السلام عليكم. هنبدأ بقى دلوقتي نشوف الأسئلة اللي اتبعتت على موديل 3. ركزوا برضو معايا، مهم جدا. أول ساعتك سؤال اتبعت لي بيقول لي what change should be done to the self inductance of the coil the oscillating circuit. خلي بالك بقى ان the oscillating circuit دي كلمة مهمة جدا، تمام كده؟ عايز يا ترى ايه اللي هيحصل للسيلف inductance، وبعدين قال لك بقى ايه to double the frequency of the oscillating circuit. يعني السيلف inductance محتاج يحصل فيه ايه عشان يحصل doubling للفريكوانسي، تمام؟ طيب اول حاجة بقى كده اخد بالي منها كويس جدا، بمجرد اصلا ما اركز ان هو oscillating circuit يعني انا في حالة resonance. في الريزونانس عندي الرول كان بيقول لي كده ان الفريكوانسي equivalent بتاعت الريزونانس طبعا 1 over two pi root LC. يعني من الاخر ان الفريكوانسي عندي inverse مع root ال. طب وبالنسبة للسي هو ما قاليش ان الكاباسيتنس حصل لها حاجة، هو كل اللي عمله ان هو غير اللي بيسأل على ال L نفسها السيلف اندكتنس. لو الفريكوانسي دبلت ايه اللي هيحصل للسيلف اندكتنس؟ ما جابليش سيرة الكاباسيتنس فاسيبها في حالها. طيب نيجي بعد كده هقول تمام، انت عايز لو عملت ايه، عايز بتسأل على اللي هيحصل للسيلف اندكتنس، يعني انا محتاجة دي تبقى هي بصايد لوحدها لفوق، يبقى هعدل بقى الشكل بتاعي، يبقى هقول بقى روت ال L هي اللي انفرس مع الفريكوانسي. طيب بس ده روت، بس انا مش عايزه روت، انا عايزه ال L نفسها، يبقى اعمل سكوير، يبقى ال L نفسها انفرس مع الفريكوانسي سكوير. طيب هنا قال لك ان الفريكوانسي ايه دبلد، كلمه دبلد يعني ايه؟ يعني الفريكوانسي زادت 2. طيب هي العلاقتي بالفريكوانسي، لا انا الفريكوانسي سكوير، يبقى الفريكوانسي سكوير هتزيد 4. طيب وال L بتقلدها ولا بتعكسها؟ لا عكسها، يبقى ال L decrease لل 1 over 4، يبقى choice عندي letter C. سامحوني معلش لو الصوت جميل بزيادة. يعني هاجي عندي question 9، ده بقى مهم جدا، خلي بالك بقى قوي قوي قوي. هنا بيقول لي ايه the opposite graph represents the relation between the reciprocal of the square of the wavelength، الريسيبريكال بتاعه تمام، والكاينتيك انرجي، وكل اللي عايزه عايز الماس بتاعت الموفينج بودي. طب تعالوا الاول نشوف الحوار ماشي ازاي. انا عندي الكترون، الكترون بيتحرك بيبقى عنده كاينتيك انرجي، الكاينتيك انرجي عندي كده اهو half ام في سكوير. وما دام الالكترون بيتحرك يعني ممكن اقول ان عنده associated wave، والassociated wave ادخلها في القانون بتاعي عن طريق اللينير مومنتم. اللينير مومنتم الرول بتاعه بيقول لي equivalent للماس تايمز الفيلوسيتي، يعني انا ممكن اشيل حته الام في سكوير دي واحط مكانها لينير مومنتم سكوير divided ال m، نفس الريزلت بالظبط. حلو جدا، يبقى انا كده عندي ان الكاينتيك انرجي ايكوال لينير مومنتم سكوير divided ال m. طب انا عايزه ال m في سايد لوحدها، سهله وبسيطه، تبقى ال m equivalent cross multiplication اللي بالك ان الكاينتيك انرجي دي كده، انا عايزه دي، يبقى اللينير مومنتم سكوير divided to kinetic energy. طيب ما دام بقى ربطها لي بالاسوشيتد ويف، يبقى من حقي اقول ان اللينير مومنتم دي ايكويفالنت اتش اوفر لامدا، يبقى اللينير مومنتم سكوير اتش سكوير اوفر لامدا سكوير
تايمز 2 من الكايناتيك انرجي. وابدأ بقى دايركت سبستيشن عادي خالص. ال h سكوير ده حاجة فيكسد موجودة عندي اهي. اللامدا سكوير انا عندي من رقم ده 1 over لامدا سكوير، هاخده كده واجيب منه اللامدا سكوير. هعمل كده ان اللامدا سكوير equivalent ل 1 over 3.04 times 10 power 20. تمام كده. والكاينتيك انرجي من الجراف اهي، خلي بالك عشان دي تايمز ماشي. وابدا بقى اعمل دايركت سبستيوشن، انا هحسبها معاك اهو. ال H عندي 6.625 times 10 power negative 34، والرقم ده كله squaring divided، وافتح bracket واعمل شكل اللي هي الفراكشن ده زي ما هو موجود بالظبط، 1 over 3.04 times 10 power 20. خلي بالك ان دي لامدا سكوير كلها، واطلع من شكل الفراكشن واعمل تايمز لان هي مضروبه في حاجه تانية 2. والكاينتيك انرجي اهي 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 20، واقفل البراكت هتطلع الريزلت بالظبط 1.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 27، يعني بالابروكسيميشن 1.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 27. خلي بالك بس وانت بتعوض هنا الله يكرمك، اكتب الرقم كده زي ما هو على الكالكليتر 1 ديفايدد. انت عندكم في الكالكليتر الفراكشن اللي هو المربع ده ديفايدد المربع ده، فلما تيجي هنا وتكتب ال h سكوير اهي، وهعمل براكت احط هنا الفاليو بتاعت اللامدا سكوير لان انا جايبها بشكل فراكشن، واعمل ايكوال تو يصير قصدي تايمز 2 تايمز الفاليو بتاعت الكاينتيك انرجي، واقفل البراكت. الله يكرمكم يا شباب، عيدوا عليها واتاكدوا ان انتوا استخدمتوا الكالكوليتر صح من الفاينل ريزلت. تمام كده، يبقى كويستشن 9 تمام. نيجي بعد كده عندي كويستشن 28 اهو. هنا بيقول لي تو كويلز اكس وواي كروس سكشنال اريا بتاعتهم اكس ايكوال دبل الواي، اكتبها بقى حته حته كده، يعني الاريا بتاعت الاكس ايكوال دبل الاريا بتاعت الواي ماشي معاك. وموجودين في ماجنتيك فيلد وير ذير بلينز ار بيربنديكولار. تمام، البلين عندي بيربنديكولار يعني الفاي يعني البي جايه كلها عندي، جايه داخله كلها كده في الكويل. When the direction is reversed، لما الدايركشن از ريفرس ماشي، ما هما ريفرسد للاثنين مش هتفرق معايا قوي. في تايم انترفال 2 سكند 2 ملي سكند قصدي ماشي، يعني مديني ان التايم اللي حصل فيه اللفه دي واللفه دي الاثنين 2 ملي سكند. قال لي بقى في اللحظه دي كان الافرج انديوز ام اف اكس على واي 3 اوفر 1، عايز النمبر اوف تيرنز بتاعت كويل اكس على كويل 1. ركز بقى معايا، الافرج عموما للكويل هو فاراديز لو، الافرج هو فاراداي، الافرج هو مين؟ فاراداي. طب فاراداي كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي كده ان ام اف ايكويفالنت نيجاتيف ان دلتا فاي over دلتا تي. طيب هو هنا ما غيرليش الاريا بس عمل ريفرسنج للفيلد، فكانه غير البي، يبقى نيجاتيف ان دلتا بي تايمز الايه over دلتا تي. تمام، انا عايز اعمل ريشيو ام اف اكس اوفر ام اف واي. تعالى بقى خلي بالك حاجه مهمه جدا، ان دايما الريشيز عندي ديبيندز اون فاريبل بس، اي حاجه ثابته مش ليش دعوه بيها.
الفيلد والتشينج بتاعته ثابت فماليش علاقه بيه. الاريا مختلفه معايا، النمبر اوف تيرنز بيسال عليها تبقى مختلفه معايا. الدلتا تي ماليش دعوه بيها لان هو مثبتها لي. يبقى الاي ام اف عندي equivalent، الريشوز بتاعتها بقى دايركت مع الان ودايركت مع الال. سوري خليني نكتبها حته حته. يبقى الاي ام اف عندي دايركت مع الان في الال. يبقى لو انا حبيت اعملها كده اي ام اف اكس over ام اف واي، ما دام بقول دايركت يبقى نفس الاوردر بالظبط equivalent ان اكس over ان واي. خلي بالك يا شباب كان ممكن يجيب لك الحته دي كده ويجي هنا يقول لك انا عايز الواي على اكس، فانا برتب على حسب اللي هيساعدني اجيبه سهل. تايمز اريا اكس ديفايدد اريا واي. عندك بقى طريقتين، انا عايزه احافظ على الحته دي لان هو اللي عايزها، فتحم تودي ده الناحيه الثانيه وتعكس، يا اما تعكس بعد ما تعمل سبستيوشن. انا هستسهل واعكس بعد ما اعمل سبستيوشن. هنا الاكس على الواي قايل ان هو 3 اوفر 1، دي 3 اوفر 1 ايكوال ان اكس اوفر ان واي. قايل لي ان الاكس دبل الواي، يعني انا لو قلت ان الواي ب1 تبقى الاكس عندي الاريا بتاعتها ب2. طب ممكن اعملها كده 2 اوفر 1. طيب انا عايزه ده في سايد لوحده، اتخلص من ده اوديه الناحيه الثانيه بالديفيجن. وديته الناحيه الثانيه بالديفيجن، بقت ال ان اكس اوفر ان واي 3 over 2. يبقى choice letter B. تمام كده 38. هنا بيقول two circular coils one with two والarea A1 with same number of turns زي الفل وplaced في magnetic field perpendicular. تمام magnetic changes بنفس الريت بالظبط سبحان الله. وعايز ال EMF بيقول لي في coil 1 equal double ال EMF 2، يبقى علاقة الareas ايه؟ حلوة جدا، نفس المسألة على فكرة اللي أنا لسه حلها بالظبط. مادام coil وافريج يبقى ال EMF عندي equivalent، نيجاتيف خلاص بقى مش مشكلة عندي. N دلتا بي A over دلتا تي. بص بقى ثبت لك ايه، قال لك ان الاريا مختلفه، فالاريا معايا لما اجي اعمل ريش كده الاريا معايا لان هو اصلا بيسال عليها. قال لك ان النمبر اوف تيرنز عندي ثابته، خلاص النمبر اوف تيرنز مش هعبرها. قال لك كمان ان الريت كان واحد، الريت بتاع التشينج واحد، يعني الدلتا بي على الدلتا تي دي كمان ثابته. يبقى العلاقة عندي الـ EMF دايركت مع الـ area. الـ EMF دايركت مع الـ area. يبقى EMF 1 divided EMF 2 equivalent A1 over A2. وابدأ اعمل substitution. هو هنا كان قايل لي ايه؟ ال induced في 1 double 2، يعني هنا 2 وهنا 1 وهنا equivalent A1 over A2. شوف بقى اللي choice اللي عندك مناسبة، يا A1 double ال A2 يا A2 half ال A1. هنا بيقول لي ال A1 double ال A2 موجودة اهي في choice C، يبقى اختار دي. يبقى انا بقى ركز كويس جدا، ما دام قال لي كويل واداني شويه حبشتكنات كده وقال لي عايز الافريج، اجري على فرضيه على طول وشوف بيغير لك ايه، وابدا اعمل ريشيو على حسب الحاجه الفاريبل عندك. اي حاجه فيكسد بلغيها من الريشيو. تمام نبص بقى كده على 46 بقى. قبل 46 معلش، هو ده ده 40. بصوا بقى يا شباب كويسن 40 برده معانا.
هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عندك هوت واير اميتر، طالب رسم السكيل بتاعه، يا ترى اني واحد فيهم؟ خلي بالك انا ماليش دعوه ما اتكلمش خالص على الريدنج، هو عايز شكل السكيل نفسه. السكيل بتاع الهوت واير اميتر اول حاجه لازم افتكرها كان نون يونيفورم. كلمه نون يونيفورم يعني ايه؟ يعني مثلا استحاله يبقى تشويس ليتر سي. سي ده ممكن يبقى اميتر، ممكن يبقى فولت ميتر، لكن مش هوت واير. الهوت واير كان نون يونيفورم. يبقى انا عايزه دلوقتي ادور على نون يونيفورم سكيل. ده نون يونيفورم وده نون يونيفورم وده نون يونيفورم. بس قال لك ان هو كان الديفيجنز بتاعته بتعتمد على ان الباور دايركت مع الاي سكوير. وانت عندك الاي سكوير كل ما الرقم زاد كل ما الفاليو بتاعت السكويرنج زاد فالديستانس بتزيد. يعني انا ما اقدرش مثلا اقول لك دي 1 وبعد كده دي 2 ودي 3 ودي 4، لا. حط في نفسك كده لو تخيلت ان عدى كارنت الفاليو بتاعته 1. السكيل بتاع الهوت واير اميتر معمول على الفاليو بتاعت الباور الاي سكوير نفسها. فلو عدى ب 1 الاي سكوير 1. طب لو عدى 2 الاي سكوير بقت 4. طب لو عدى 3 الاي سكوير بقت 9. الله، ده الديفرنس ما بينهم بيزيد. يبقى انا هختار السكيل اللي الديفرنس ما بينه بيزيد، يبقى طبعا ستودنت دي. تمام كده؟ انا ماليش دعوه بقى بالبوينتر بيتحرك، انا ليه دعوه بالسكيل نفسه اللي اتعمل مبني على ايه. 46 بقى دي كان فيها كارثه السنه اللي فاتت، وتحايلنا على الطلبه كده بحوار سخيف. يعني بص بقى 46 هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي تخيل ده كده ستراكشر للمولبيدينيوم انيو. ماشي خلاص، مولبيدينيوم اتوم دي هتطلع لك اكس راي، دي تارجت ماتيريال بتاعك. ما دام ذكرت الاتوم يبقى دي خلاص بنتكلم على تارجت ماتيريال. ركز بقى، بيقول لك فوتون خبط في الالكترون ده، طيره من الاتوم. يا ترى بقى ايه الانرجي اللي ممكن تعمل لك اكس راي؟ اركز بقى، المولبيدينيوم اتوم دي يعني مديهاني عشان يقول لي ان انت بتتكلم على الكاركترستيك لاين سبيكترم. هو اصلا كاتبها لي من يعني من ذوقه كاركترستيك لاين سبيكترم. والكاركترستيك لاين سبيكترم دي كانت فكرتها ايه؟ فكرتها ان في الكترون غلبان هياخد انرجي ويسيب الاتوم ويهاجر، وتبدا اتوم تانيه تنزل مكانه، تخلي الالكترون بتاعه بتاع سوري مش اتوم تاني يا شباب، قصدي يعني الكترون تاني ينزل مكانه من الهاير ليفل. فلو تخيلت ان الالكترون ده طفش، خد انرجي وطفش، عشان تتكون لي اللاين سبيكترم يبقى لازم الكترون من نفس الاتوم اهو ينزل من هاير ليفل للليفل ده ويطلع انرجي. والانرجي بتاعت الفوتون اللي هتطلع هتبقى ايكويفالنت للاي هاير ماينس اي لور. وخلي بالك القانون ده عندك في ورقة المفاهيم، فالسؤال ده طبعا وارد انه يجي. طيب انا طيرت ده، مين اللي ممكن يجي يحل محلي؟ ممكن يا سيدي يجي لك من ده ينزل لك هنا فيطلع اي هاير ماينس اي لور. الاي هاير عندك بكام؟ نيجاتيف 12. يبقى اعمل كده نيجاتيف 12 ماينس وافتح براكت نيجاتيف 69. يبقى في الحالة دي هيطلع لي فوتون الانرجي بتاعته 57 كيلو الكترون فولت. انا ظبطت الميجرنج زي ما هي، تمام. طيب ولو ما نزليش من الليفل ده ممكن ينزل لي منين تاني؟ من الليفل اللي فوقيه. ما هو ده كانت فكرة اللاين سبيكترم، ان الكترون هيسيب الاتوم ويهرب وهيجيله الكترون يحل محله من الهاير ليفل. فانا فوقيه هنا اتنين هاير ليفل، يا اما هينزل من هنا يا اما هينزل من هنا. واعمل نفس الموضوع برضو، اي هاير ماينس اي لور. الاي هاير عندي بنيجاتيف 2. حقكوا عليا والله في الشيفت اللي عمال يحصل ده. يبقى نيجاتيف 2 ماينس وافتح براكت نيجاتيف 69 هيطلع لي 67.
يبقى عشان يحصل لي لاين سبيكترم الكترون يحرق يحل محل واحد تاني من هاير ليفل على طول. وما دام القانون ده عندك في ورقه المفاهيم يبقى اكيد بنسبه كبيره ان هو هيجيب نفس الفكره. طبعا التشويس عندي يبقى ايه؟ يا اما ينزل من هنا لهنا من 1 للجراوند، يا اما ينزل من ال 2 للجراوند. معايا كده يا شباب؟ اتمنى يكون الجزء ده اتفهم. ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني يكون فيه باقي الاسئله اللي مش واضحه. Good luck.